حاجه مهمه قوي قوي، وهي مدرسه النور تاني، لان بصراحه وصلتني شويه حاجات ما ينفعش السكوت عليها، برضو ما ينفعش السكوت عليها، وهقولها لكم بالدليل وبالادله وبالارقام وكل حاجه كل حاجه. طالب من طلاب مدرسه النور هيكون معاه او هيتسمعوه دلوقتي، اسمه عبد الراضي، في ثانوي، تانية ثانوي. هتسمعوا مشكلته هو الأساسية، عملوا فيه إيه، إيه اللي حصل معاه، وحاجات كده كتير. ثم سمع بودنه إيه من مديرة المدرسة ومن الطلبة، وعرف إيه تجاه توماس، يعني عايزين يعملوا إيه في توماس. طب ليه؟ نسمع منه التفاصيل، ومش هدخل انا في التفاصيل الا ما هو اللي يحكي عشان يبقى كل شيء قدامكم بالدليل. اهلا وسهلا بحضرتك يا عبد الراضي، وسعيده بوجود حضرتك معانا، واتمنى حسب ما عرفت ان انت شجاع جدا وهتقول كل حاجه. هنبتدي في حرب الشيطان عشان يمنع الكلمه توصل، عشان ما نكشفش المصدوق. انا بعتبره ده حرب شيطان، يعني هما الخط ما قطعش كده لله. احنا هنكشف المستور عن مدرسة النور، والشيطان يحب هذه الفضايح والبلاوي تفضل موجوده، لان لما اكشف المستور عنها هو وزير التربيه والتعليم المفروض يسمع اللي انا هقوله، فيقوم ياخد قرار وياخد خطوه تجاه هذه المدرسة ومديرتها الحاجة زينب. فالمفروض ان هو هيحارب الفساد اللي فيها. لا، طب هو الشيطان لما نحارب الفساد هو يقف يتفرج علينا؟ لا، ده هو عايز الفساد يفضل مستمر عشان شغله يشتغل، عشان شغله يزيد، فبالتالي يقطع لنا الخط ده. اتمنى لغاية ما يرجع هقول لكم شوية حاجات كده بالمرة، مدام احنا وصلنا لمدرسة النور. اولا عبد الراضي طالب مسلم، ما اسموش لا جرجس ولا مرقص، هيكشف ان مديرة المدرسة الحاجة زينب بتحرض الطلبة عشان يضايقوا توماس، عشان يكره المدرسة لانها داعشية الفكر برضو، عشان يمشي من المدرسة لأنها مش عايزة، دوسوا بقى هنا، مسيحيين في المدرسة. مش عايزة، أنا قلت لكم قبل كده المدرسة فيها 4 مسيحيين فقط. توماس في إعدادي، الوحيد اللي في إعدادي. فلما تشيل توماس من إعدادي بقى إعدادي ما فيهوش مسيحيين. عبد الراضي في تانية ثانوي زي ما قلت لحضرتكم كان عنده يعني ما دخل امتحان اخر السنه في مادتين ما راحش يمتحن لظروف ما، مش مهم احنا نعرف ايه الظروف اللي خليته ما يروحش، لكن في مادتين ما حضرهمش، ما حضرش الامتحان. الاهم طبعا طلع بيهم بملحق. لما طلع بالملحق جه ميعاد الملحق راح يمتحن، ولانه في تانيه ثانوي ما هواش شهادة، فمن حقهم انهم يجيبوا مدرسين المدرسة يراقبوا عليه. ده صح، الشهادة هي اللي ممنوع. فعبد الراضي اللي وقفوا راقبوا عليه مدرسينه بتوع المدرسة، لانه برضو كفيف وفي تانية ثانوي ومادتين ممكن يحسنوا مستقبله لو عدى منهم. غششوه، غششوه بالكلمة، بالكلمة، السؤال كذا، اكتب كذا 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 كذا، كتب كل حاجة. يفاجأ انه ساقط في المادة، في المادتين. طب ازاي؟ لما المدرسين اللي مليينه، المدرسين مش حلوين ومش شاطرين انهم ملوه غلط. المهم، لانه حس ان الإجابة اللي كتبها هي صح وهي تنجحه والمفروض انه ما يسقطش، راح مقدم تظلم
عشان يراجعوا له ورقه الاجابه. اذا في هنا تلاعب اهو، مش توماس بس، مش توماس بس، ده كله بالادله بقى. هقول لكم يمكن ما نعرفش نجيب عبد الراضي تاني، مش عارفه يمينة في هينفع ولا مش هينفع، لكن هقول لكم بالادله. بصوا المدرسه متورطه في ايه؟ بالدليل برقم القضيه. الحاجه زينب مديره المدرسه عندها حاشيه كده، بصوا القرار ده، ده قرار من 2002، يعني من سنة 2002. زينب فوزي عبد الرحمن مدرسة لغة عربية، كانت ساعتها هي لسه مدرسة من 2002، خلاص كانت مدرسة لغة عربية بمدرسة النور للمكفوفين بسوهاج. القرار ده من وزارة التربية والتعليم، الأسامي دي كلها تنقل. ليه؟ في شكاوي اتقدمت ضد الناس دي. اوكي نسمع عبد الراضي. عبد الراضي اهلا وسهلا بيك ومرحب بيك، وحسب معلوماتي ان انت شجاع وهتقول كل اللي عندك صح؟ طبعا. اهلا وسهلا بيك، وصدقني صدقني بكون سعيدة جدا جدا لما بلاقي نماذج زي حضرتك شجاع، ما تخافش، ربنا هو وحده اللي حامي ليك وهو اللي هيحافظ عليك. طبعاً يا فندم. اشكرك جدا جدا على موافقتك ان انت تبقى معانا. اولا قول لي مشكلتك انت الشخصيه قبل ما نتكلم عن توماس، ايه اللي حصل معاك في المدرسه؟ مشكلتي انا الشخصيه يا فندم ان ادوني الحاج، كان عندي مادتين نزلت فيهم زي كده، نزلوني فيهم. ممكن تعلي صوتك بعد اذنك شويه، او مينا ممكن نعلي صوته شويه بعد اذنك لان صوته واطي شويه. انا هقول لك نزلت في مادتين انا. تمام؟ زي كده نزلت في مادتين زي كده وما اخبرونيش. راحت المديره بتقول انا سجقتك. المديره بتقول ايه؟ انا سجقتك. اوكي. هما ان هي سقطتك. تمام. هي اللي سقطتك ولا انت اللي ما جاوبتش كويس؟ لا هي يا فندم، انا عارف نفسي ان انا جبت كويس. هي اللي سقطتك ليه تفتكر؟ هي عشان انا ما ماشيش معاها. ايوه، يعني انت مش تحت طوعها، نقول كده يعني صح؟ طبعا. حلوه. ايوه فعلا. فهي كانها بتعاقبك ان انت مش تحت طوعها. ايوه طبعا هتعاقبني عشان انا مش تحت طوع اصلا ولا بصدع كلامها، فهي مشكله عايزه تعملها. المديره اسمها ايه بعد اذنك؟ المديره زينب الشريف. زينب، الله ينور عليك، عشان بس ما اكونش غلطانه في الاسم. طيب انت لا. انت متاكد ان انت حليت كويس؟ عملت ايه لما اكتشفت ان انت سقطت او هي سقطتك؟ أنا حاليا أنا قدمت تظلم. برافو عليك، برافو برافو عليك يا عبد الراضي. أنت في تانية ثانوي مش كده؟ أنا في أولى ثانوي ورايح تانية ثانوي المفروض. أولى رايح تاني. المدرسة اسمها مدرسة النور للمكفوفين، مظبوط؟ أيوه صح. صح. مدرسة النور للمكفوفين بسوهاج. أنا حبيت أأكد المعلومة عشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين أنا بتكلم عن أنهي مدرسة، واسم المديرة اسمها زينب. يعني كل اللي احنا بنقوله يعتبر بالتوثيق. عبد الراضي بيحكي لنا ان هي سقطته، دوسوا على الكلمة قوي، يعني هو مش بليد، يعني هو مش ياخد الملحق فعلا لانه يستحق، لا هو بيقول ان هو مجاوب صح او مجاوب حلو، وبالتالي لما هي سقطته هو راح قدم تظلم. طيب طبعا. ده بالنسبة ليك، حد رد عليك في التظلم يا عبد الراضي؟ لا ما حدش رد عليا. أنت حاولت تتابع هم عملوا إيه أو ليه ما ردوش عليك لغاية دلوقتي؟ حاولت تسأل يعني وما لقيتش إجابة؟ أنا سألت بس ما لقيتش إجابة.
ما لقيتش إجابة، لأن طبعا هي أكيد هي وصت إن هذا التظلم يحفظ في الدرج عشان أنت تفضل ساقط كأنها لسه بتشد ودنك. طبعا أشكرك جدا على شجاعتك يا عبد الراضي. ممكن ندخل في الجزء الثاني لو سمحت. إيه الحاجات اللي أنت تعرفها عن مدرسة النور تعتبر مخالفات المفروض إنها ما تكونش في المدرسة؟ زي ايه؟ هي اتعملت قضية قبل كده عن التحرك في المدرسة بين الطلاب، ممكن في النيابة الإدارية بسؤال. ممكن بعد إذنك أقولها أنا، لأن أنت زي ما احنا سامعين برضو، أتمنى يكون السادة المشاهدين سامعين صوت عبد الراضي. في قضية معمولة لمدرسة النور عن التحرش الجنسي في داخل المدرسة. عبد الراضي بيقول لنا ده حصل. في قضايا تانية مش كده؟ في قضية التحرش دي بس اللي اتعملنا قبل كده بس. أنا عندي معلوماتي في هقولها بعد ما أنت تخلص عشان ما حملكش مسؤولية الكلام. طيب المفروض إن أنت سمعت بيحصل حاجة ضد توماس، مش لازم اقول لك انا، انت اللي هتقول لنا بقى ايه اللي سمعته او ايه اللي بيحصل المديره عايزاه يحصل ضد توماس. هي بتحرض الطلاب اصلا على بعض. بتحرض الطلاب على بعض، يعني بتطلب من طلاب طبعا انهم يعتدوا على طلاب اخرين، صح؟ طبعا طبعا. هل كان في تحريض علني كده منها ضد توماس بالذات؟ كده على توماس. نعم؟ كان في تحريض على توماس. ايه التحريض ده؟ كانت هي بتطلب ايه او عايزه ايه؟ وكان في تحريض على توماس انه هو ما مشيش تحت سطوح يا فندم. برضه. طيب. طب كانت بتحرض ضده عايزه ايه؟ يعملوا فيه ايه؟ حصل قبل كده مع انها حرضت الطلاب على توماس انهم يضربوه. يضربوه؟ ايوه. طب فعلا هل فعلا من الطلاب حد ضربه؟ لا ما لحقوش يا فندم. ما لحقوش، يعني كان ممكن يحصل. ما لحقوش يا فندم الطلاب يضربوه. الله ينور عليك يا عبد الراجل، انا سعيده جدا جدا بيك، صدقني سعيدة جدا بيك، لكن المفروض التحريض ضد توماس ده لوحده جريمة. هل في تهديد من الإدارة ليك علني؟ هي المفروض أصلا المفروض يخبروني إن أنا أخذت ملحقين، لو ما حدش أخبرني كمان؟ طبعا. يعني سايبينك كده تعرف زي ما تعرفش، وعايز تعرف اعرف، عايز ما تعرفش ما تعرفش، ومستقبلك يبقى ضايع، لانهم مع ان ده قانونا يا عبد الراضي، قانونا ان هم لازم يخطروك رسميا ان انت سقطت في مادتين ويمضوك على انك علمت بهذا السقوط وان انت هتمتحن في اليوم الفلاني، ومع ذلك ده ما حصلش، صح؟ ما حصلش، صح؟ لا ما حصلش أي. أنا مش عارفة بصراحة. لا. ورقم القضية اللي كان معمول لها قبل كده 325 سنة 1024. هي دي رقم نفس اللي عندي 325، ده لسنة 24. بقول للسادة المشاهدين رقم القضية ده 325 لسنة 24، هي قضية التحرش، مكتوبة كده في القضية، التحرش واللواط بالطلبة أو انتشار التحرش واللواط بين الطلبة. شايفين اللفظ؟ وفي حاجات تانية يا فندم. قول يا عبد الراضي، اتفضل. في حاجات إنه الطلاب بيدخلوا سجاير ودخان وحشيش وكذا وزي كده. مخدرات يعني؟ أيوه. بين الطلبة. الطلب انه هي مشيهم تحت طوحها اصلا.
والمخدرات دي اتعرفت جوه المدرسه ان في مخدرات في المدرسه؟ طبعا. الله، حد اخد اي موقف من المدرسين؟ لا، ما حدش اخد حاجه. نعم، لا حدش اخد حاجه، حدش ولا أخد اي حاجة. موقف انه هي ولا اي موقف، انه هي مسيطره على الكل. الله ينور عليك، هي دي النقطه اللي انا عايزاها، لان هتكلم فيها بعد عبد الراضي، عشان انا حابه ان انا اسمع منك قوي، وبعد كده انا هقول الباقي المعلومات اللي وصلتني انا عن طريق احد المدرسين. بس بجد يا عبد الراضي انا سعيده جدا جدا بيك، واشكرك جدا. في حاجات ثانيه يا فندم. اتفضل اتفضل، قول اللي انت عايزه، كله تحت امرك. وبتحرض الطلاب ما يكلموش معظم المدرسين. ليه؟ ان هم المدرسين ما يعاملوا الطلاب زين، وهي ما جايش على هواها. يعني لما يبقى في علاقة حلوة بين الطالب والمدرس كده هتبقى العلاقة هتأذيها هي، هي مش عايزة كده، هي مش عايزة العلاقة ما بين الطلبة والمدرسين تبقى حلوة، عشان تعرف تسيطر على الطلبة وتعرف طبع. تسيطر على المدرسين، صح؟ طبعا. هل ليها حاشية جوه المدرسة يا عبد الراضي؟ يعني فيها ليها ناس مخصوصة مثلا مميزين عن غيرهم؟ هي بتميز الطلاب اللي تحت طوحها غير الطلاب التانية. والمدرسين؟ المدرسين في مدرسين معاها وفي مدرسين مش معاها. حلو قوي، هو ده اللي انا عايزه اوصل له. في مدرسين تحت طوعها وتحت اشرافها، بيسمعوا كلامها، اي حاجه تقولها لهم سمعا وطاعا، صح؟ فعلا. هل في مدرسين ما بيجوش المدرسه وبيتكتب لهم انهم موجودين؟ في يا فندم. الله 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 الله. انها هي يا فندم ان ما يجيش المدرسين زي كده بتديهم غياب. هي عندها بتديهم غياب. هي عندها حد سندها يا عبد الراضي؟ عندها كتير في المديريه، في المديريه وبره المديريه كمان. حد من اسرتها؟ طيب طبعا. حد من اسرتها مركز كبير مثلا عشان خاطر كده هي مسنوده عليه وما بيهمهاش وبتعمل اللي هي عايزاه؟ مسنوده قال على ولدها يا فندم. ابنها نفس اللي قلته. ابنها محمد. محمد ده نفس اللي قلته انا الاسبوع اللي فات، وحبيت اسمعكم من اشجع طالب في مدرسه النور للمكفوفين. اشجع طالب، على فكره كان المفروض هيكون معايا ناس تانية بلا ذكر اساميهم وبلا ذكر هم مين، كان المفروض انهم هيقولوا حاجات كتيره جدا، ولكن للاسف مش هقول لكم ليه هم رفضوا يجوا بعد ما وافقوا. صدقوني بعد ما وافقوا انهم يبقوا معايا على الهوا، للاسف على اخر وقت رفضوا يطلعوا على الهوا. فهموها انتوا بقى. انها بتخوف المدرسين يا فندم. نعم، بتخوف المدرسين انه يطلعوا في اي حاجه ولا ياخدوا اجراء. صح صح، لانهم فعلا كان منهم مدرسين وخافوا يطلعوا معايا على الهوا، خافوا فعلا. تخيلوا ان مدرس بقيمته وقامته يخاف سواء منها او من غيرها ان ممكن يحصل له حاجه لو قال وكشف مسطور بلاوي بتحصل جوه المدرسه. لكن عندنا مش مهم المدرسين، عندي اشجع طالب وهو عبد الراضي اللي قال لنا حاجات. اتمنى هذا الكلام يكون وصل للوزير ويعرف مدرسه النور للمكفوفين ايه البلاوي اللي بتحصل فيها على يد مديرة المدرسة اللي اسمها زينب. اشكرك جدا. تحب تقول حاجة تاني يا عبد الراضي؟ تحب تقول؟ ايوه يا فندم اتفضل. انها برضو كذا مرة بتحرض الطلاب انهم يوقعوا بين المدرسين والابلواط. كمل. بتحرض الطلاب يوقعوا بين المدرسين والابلواط
اللي مش اللي ما جايينش على طوعها. بتحرج ما بين المدرسين والمدرسات للي يمشوا على طوعها انهم يوقعوا بينهم وبين بعض، صح؟ طبعا يا فندم. سامعين؟ كل ما هنتكلم كل ما هتطلع حاجات اكتر واكتر من اللي بتتقال. يعني التحريض على الطلبه بينهم وبين بعض، التحريض على المدرسين بينهم وبين بعض، مدرسين بيغيبوا وهي الدفاتر دفاترنا والاقلام اقلامنا وكله تحت السيطره. ايوه. ان هي اتفضل. بيحصل الكلام ده. بجد يا عبد الراضي انا سعيده جدا. تحب تقول اخر حاجه ليك لو عايز تقولها تاني او تحب تقول حاجه جديده؟ هو على فكره من ساعه ما مسكت هي مديره يا فندم الطلاب بداوا يشتموا بعض بالفاظ خارجه كمان في المدرسه وقدام البنات. المدرسه داخليه مش صح كده؟ هي داخليه فيها بيات وحاجات. ايوه داخليه يا فندم. صح كده؟ ايوه طبعا طبعا. اشكرك جدا يا عبد الراضي وسعيده جدا جدا بوجودك معانا، وربنا يباركك ويحافظ عليك ويحميك من اي حد يقدر يلمسك ويضرك، لان ربنا هو الحق وانت قلت الحق، فانت بتعرف ربنا عنهم. اشكرك جدا جدا يا عبد الراضي. اشكرك. الحمد لله. ربنا يكافئك يا رب ويكون في ميزان حسناتك زي ما بتحبوا الكلمه. اشكرك جدا يا عبد الراضي. طبعا يا فندم. زي ما انتوا شفتوا وسمعتوا هقول لكم قبل ما اقفل الجزء ده، القضيه رقم 72، بقول لكم بالرقم وبالتاريخ. القضيه رقم 72 نيابه اداريه اول سوهاج ضد اداره المدرسه، شوفوا التهمه، للتزوير توقيع المدرسين في لجنة مشتريات المدرسة ودفاتر مالية وإدارية، وتم تحويل هذه القضية. أشكرك يا مينا، أشكرك. بصوا هي اتنقلت ليه في 2002؟ القرار ده كان قبل ما عبد الراضي، لا هات اللي تحت دي اسمها ايه؟ زينب فوزي عبد الرحمن مدرسة لغة عربية زي ما قلنا. بصوا بقى، وذلك لما يقوم به طبعا مجموعه المدرسين دول، لما يقوم به من اساليب غير تربويه تؤثر على سير العمليه التعليميه، وتقدمهم شكاوي لجهات متعدده مما يؤثر على سير العمل، احاله الاوراق للنيابه الاداريه بسوهاج لتحديد مسؤوليه السيد مصطفى مش عارفه مين مدير اداره المدرسه لاتخاذ القوانين ضده. يعني ما معناها انهم بيقوموا باساليب؟ يعني ايه بيقوموا باساليب غير تربويه؟ يعني خارجين عن النظام التربوي التعليمي. يعني في حاجات اثرت على التعليم، اثرت على الطلبه، هم بيستعملوها هذه الاساليب اللي خلتهم ان الوزاره تطالب بنقلهم من اماكنهم. اشكرك جدا يا مينا. تعالوا بقى نشوف القضايا. احنا قلنا ايه؟ 72 24 سنه 24. نيابه اداريه اول سوهاج ضد اداره المدرسه لتزوير توقيع المدرسين في لجنه مشتريات المدرسه ودفتر ودفاتر ماليه واداريه، تم تحويلها للمحكمه التاديبيه. القضيه رقم 325 لسنة 24 اللي قال عنها عبد الراضي اهي. نيابة إدارية أول سوهاج لواط وتحرش جنسي انتشر بين الطلاب. الله عليكي يا حاجة زينب، الله عليكي. لما توصل يعني عارفين لو حاجة كده بينهم وبين بعض وما اتفضحوش كده، كان ممكن هي لو شخصية محترمة قوية فعلا يهمها التعليم، يهمها الشباب، يهمها الأطفال، لأن ما بقاش تحرش جنسي ولواط فقط، ده بقى فيها مخدرات كمان، كان الموضوع كله تلم وهي خدت قرار صح، عملت العقاب صح ومنعت القذارة دي في المدرسة. لكن لا، دي وصلت بقت قضية، قضية في نيابة أول سوهاج، النيابة الإدارية في أول سوهاج.
قضية رفعت. إذا الموضوع ما بقاش بني آدم واحد أو حاجة حصلت كده غلطة، لا لا لا، بقت قضية. وطبعا الكلام ده بينتج من مين؟ من مشاهدين، مدرسين، وطلبة، بدليل إن حد منهم هو اللي راح رفع القضية. القضية رقم 468، خدوا بالكم ده كله في 24 اللي احنا 8 شهور بس. نيابة إدارية أول أسيوط التلاعب في انتدابات امتحانات الثانوية العامة. بتجيب اللي على مزاجها وتمشي اللي على مزاجها، إنها تجيب مين اللي ينتدب عندها للمراقبة على الثانوية العامة. ليه؟ عشان أسقط مين وما سقطش مين. المديرة من ضمن المعلومات اللي عرفتها عنها، شكلت مجلس إدارة المدرسة على مزاجها، مجلس الإدارة، عشان طبعا يمرروا لها القوانين اللي هي عايزة تمشيها لصالحها. زي ما سمعنا عبد الراضي، ليها ناسها، ليها ناس تحت طوعها، فهي تجيب مجلس الإدارة تحت طوعها عشان تعمل اللي هي عايزاه، ومحدش يقدر يقول لها تلك الثلاثة كام، لأن دول تحت طوعها. اللي تحت طوعها دول بيتكتبوا في الحوافز والمكافآت والإضافي والبدلات واللي واللي واللي. أنا بديكي مرري لي اللي أنا هعمل، الأخطاء اللي عندي اوعي تفتحي بقك يا أي مدرس أو مدرسة اللي هم في مجلس الإدارة.